بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق السادس لهذا الموسم. وأقيم السباق على كؤوس بنك البحرين الوطني، وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد قام السيد عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني وممثلي البنك بتتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث تم تقديم كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز عبد الله كويتي، وكأس الشوط الثاني إلى مساعد المضمر الفائز محمد حيدر إبراهيم، وكأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز حيدر إبراهيم، وكأس الشوط الرابع إلى المالك الفائز سيد جواد مرزوق. كما تم تقديم كأس الشوط الخامس إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة، وكأس الشوط السادس إلى المضمر الفائز ألان سميث، وكأس الشوط السابع إلى الملك الفائز إبراهيم العفو، وكأس الشوط الثامن إلى المضمر الفائز ألان سميث، وكأس الشوط التاسع إلى مساعد المضمر الفائز محمود علي. واشتمل السباق على 9 أشواط. هذا الشعار نوايف ريسنج، هذا صاحب الانتصار. طبعا تفضل محمد القاسمي مدير التسويق والشركات.